يا هلا والله ومسهلا. كثير من المواقع بالبيت أحيانا يكون فيها نت جدا ممتاز، ومواقع ثانية ما يكون النت فيها كويس. هذا التطبيق راح يبين لك وين أفضل الأماكن بالبيت أو بالمكان اللي أنت فيه اللي ممكن أنك تحط المودم، لأنه راح يستقبل إشارة جدا عالية من خلال هالمؤشر هذا. ولو لاحظنا الآن مكان المودم أنه في تذبذب في موضوع الإشارة، ونلاحظ أنه مثلا يتراوح من ال 65 أو ينزل أو يطلع، لكن ما يتعدى ال 80 بشكل عام. لو أخذت المودم وغيرت مكانه لأي مكان ثاني، ونلاحظ أنه بعد ما غيرت موقع المودم أعطاني قراءة أعلى من القراءة السابقة، وفي استقرار في موضوع مؤشر الواي فاي. وأنا اختبرت أكثر من موقع عندي هنا بالغرفة، وجدت أن المكان هذا للواي فاي هو المكان اللي يعطي فيه أعلى سرعة واستقرار في موضوع الواي فاي والنت بشكل عام. التطبيق جدا ممتاز إذا في أماكن عندك مثلا في البيت يكون فيها الواي فاي ضعيف، وتبغى أنك تعرف وين المنطقة اللي يكون فيها الواي فاي عالية. بنزل لكم التطبيق بالسنابات الجاية إن شاء الله أنكم تستفيدون منه، وتحياتي للجميع.